أم وسام من الدار البيضاء. ألو. ألو السلام عليكم، صباح النور. أهلا سهام أم وسام، مرحبا. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لالا اختك. الحمد لله. بارك الله فيك، تمنى تكون على خير سهام، توحشناك. وانا اكثر ومعزكم الله اللي علم بها. الحمد لله. المستمعات وغير ظروف العمل. هادشي اللي كاين، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله انت وجميع السيدات. الله يبارك فيك. تفضلي سهام، شنو اقتراحاتك اليوم؟ بالنسبه لاقتراحات المستمعات، عندي اقتراحات بضمتي وصراحه كتجي لذيذه. واخا. عندنا الاقتراح الاول لابيغين، وعندنا الاقتراح الثاني قطبان ديال لدند لدند العادي او الدجاج، الباط ديال كاوكاو تيجي غزال. وعندنا الاقتراح الثالث لي مونشون بلاصوص مغني. واخا ان شاء الله. بالنسبه لاطيغين كنحتاجوا 200 غرام ديال عجين ديال السمك، يعني بحال الكفته. كتاخذي اي نوع ديال السمك بغيتي وكتشوي. الحوت البيض مطحون. واخا. وتنضيفوا ليه بياض بيضاء. و 100 غرام فرماج، اي فرماج احمر اي نوع مشكوك. وعندنا جوج معالق كبار ديال الشابلوس. و 100 غرام ديال كريم فريش، ومعلقه صغيره ديال المعدنوس. وضروري انا صراحه نديرها طامتي، لان كتزيد واحد اللذه في هاد لي بات ديال البواسون. واخا. هاد الميلونج كامل تنخلطو اي طحنه كهربائيه، وتنضيفو معلقه صغيره ديال خميره الحلوى. تنعملهم في اي مول ديال السيليكون ديال الحديد، غير هي كتبقى في هذا الحجم اللي بغيتي انت على حسب لو شوا ديال السيده. كنتي غديرها مرافقه ديال شي بلا كتعمليهم صغار، بغيتيها عائليه كديريها في مول ديال لابيش. انا نعملوها في الفرن كطيب عادي بلا بان ماري بلا حتى شي حاجه، غير هي كتبغي نار مهيله، ولكن ما كاملاش واحد 5 دقائق 10 دقائق صافي كطيب. يعني هاد لاطيغين ما يحتاج ان نديروها في حمام مائي مباشره، كطيب في الفرن، غير هو خص تكون عافيه مهيله، ما نكونوش مجهدين. راه كتجي رائعه. غير هي هاد دامتي ضروري كتلذذ، يعني كتعطي واحد كتخرج ديك النسمه ديال ويعطيك الصحة. وهنا كديري ضامتي ديال الحوت. واخا، بما أنه خدمنا بالحوت يعني مطحون. أييه. نعم. من بعد كتزينها، إلا عملتيها في مول ديال فينونسي في الوسط ديالها كتزينيها بلاصوص ديال بيشاميل أو بيغي ديال البطاطا. أييه. كتخرجها بالبوش بوش لابيش. كتعطيها من يدر. أييه. تزيني يعني على حسب لو شوا ديال السيد. واخا، تبارك عليك.